اهلا وسهلا. اهلا بيه، بس انا مش معجب بالمعجبين يعني. مش فاهم حضرتك قصدك ايه. الناس كلها بتسلم عليك عادي، انما انت لازم تسلم عليا انا. وحضرتك مين؟ والنبي ما انا قايل لك الا لما تعرف لوحدك. معلش انا ملتزم، الذاكره مسعفاني بس. نمشيها يا فوازير. كفر اصاله. اهلا وسهلا، حضرتك من كفر اصاله؟ مدرسة كفر أصالة الابتدائية. نعرف أكتر من كده؟ يا ريت. مين اللي كان قاعد لزق جنبك في التخت؟ اوعى تقول الكومي رضوان أحمد الكومي. ايوه كده، رضوان الكومي. ما تقول كده بالصبح. انا رضوان. ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا رضوان؟ اهلا اهلا. اتفضل اتفضل. بس انت اتغيرت قوي يا رضوان، انت كنت تخين، ايه اللي سرعك كده؟ ده انت اللي كنت رفيع زي جريد الناخ، ايه اللي ربربك كده؟ مصر. ازيك يا رضوان؟ دي فرصة جميلة. وتشتغل ايه بقى دلوقتي؟ هقول لك بس ما تضحكش. واضحك ليه؟ هو في شغلانة تضحك؟ مدرس. ودي شغلانة تضحك يا راجل. طب ما انا بشتغل مدرس. ايوه بس انت مدرس في كلية الاداب في الجامعة. امال انت فين امال؟ بس ما تضحكش. مدرسة كفر اصالة الابتدائية. لا دي الضحك يا رضوان. انت بتشتغل مدرس في المدرسة اللي كنت بتنط فيها من على السور. شوف يا دارش، ولا اقول لك يا دكتور زي الناس ما بتقول لك؟ لا ما يصحش يا رب، قول زي ما كنت بتقولي زمان. البني ادم حسب الطريق اللي بيمشي فيه، وانت فاكر كويس اني انا كنت شاطر ونبيه، وابوك الله يرحمه كان يشهد لي. الله يرحمه ويحسن اليه. ايوه صحيح يا رب، دي حقيقه لا تنكر. انما اتجوزت بدري بدري واتكعبلت بدري بدري وقرطت عيالي واتجوزت تاني وعيال تاني، واخرتها زي مبتداها مدرسه كفر اصاله الابتدائي. الحمد لله يا رب. من فضلك تشرب ايه يا رب؟ والله ده واجب علينا، انما ان كان ولا بد يعني شويه شاي بالقرنفل. شاي عادي. شكرا. يا سلام. انت بقى يا سيدي بسم الله ما شاء الله، أنا متابع أخبارك ومتابع كل حاجة حلوة أنت بتعملها. يا سلام، الولاد عندي أنت لما بتطلع في التلفزيون ما بيقوموش من قدام، بيعشقوك عيش. مش مصدقين إن إحنا كنا أصحاب وإن إحنا كنا متلازمين في تختة واحدة. يا سلام، كانت أيام يا درش. والله أنا كنت هروح الجامعة وأسأل على عنوانك وأطب عليك، إنما ما لحقتش بقى. كنت في مصر عمال ألف على أحزاب، يمكن حزبي يقبلني، انما ما لقيتش. انما انت ربنا بعتك ليا في الوقت المناسب ده. ليه؟ عشان انا ابن حلال. انت ناوي تقعد قد ايه في الكفر؟ يعني كام يوم كده وراجع على طول. حلو قوي. الكام يوم دول بقى ما تسيبنيش ولا دقيقه واحد، هاخدك من ايدك والف بيك الكفر بيت بيت. انت الناس بتحبك قوي وليك ناس كتير بيعشقوك. شاكرين يا رضوان. ان شاء الله ان شاء الله. كلام في سرك، في واحد اسمه عطيه السعاتي مرشح نفسه في الانتخابات لرابع دوره، ده تبع حزب الوحده. ايوه ما بينجح كل مره بالفلوس والبلطجه، انما انا فرضاني. لكن واقف قصاده بعون الله، وربنا بعتك لي عشان تقف جنبي في الانتخابات ونعرفه مقام. ده انت صديق العوم، اوعى تخرب ايه يا دهش. انا كان نفسي اقف جنبك يا رضوان، انما ايه؟ انا كمان نازل انتخابات في الكفر. ايه؟ نورت بلدك يا دكتور. تعمل نوم يا بيه. ايه الديش الله يحرقه الجاز، من ساعه ما ركبوه في القهوه ومحدش في البلد دي بينام.
ما شاء الله الدش دخل كفر اصاله. ايوه يا بيه دخل الدش. ما احنا مش فالحين غير في المسخره وقله الحياه. ولما انت مش عاجبك المسخره وقله الحياه بتتفرج عليها ليه؟ كل يوم احلف 100 يمين ما انا رايح. يجوا ولاد الحرام بالليل يكلموني ويقولوا لي ده في فيلم كده حكايه كله مناظر. الاقي نفسي خدت بعضي وطيران على هناك. نزعقش قوي كده يا استاذ رضوان. انت فاكر ان في حد هيدي لك صوته؟ يا اخي زعق لو كان بفايده. ما حدش هيدي له صوته ليه؟ البلد كلها تعب عطيه به الساعات. الساعات ابتدت تخف. ابوه. امال الاستاذ رضوان داخل الانتخابات معتمد على ايه؟ بيقولوا معتمد على اهل العيال اللي بيدرس لهم في المدرسه. اللي مش هيدوا له صوته هيسقط ابنه. حتى هنا في كفر اصلا في وكيل الكليه. قصدك ايه يا بيه؟ لا ولا حاجة. حاكم الانتخابات دي يا بيه عايزة راجل مليان وعنده إمكانيات. بالك الانتخابات اللي فاتت عطية بيه أجر كل السواقين بعجالهم، كان بيدينا يومياتنا اشتغلنا أو ما اشتغلناش. رضوان مش هيقدر يعمل كده، ده مش لاقي ياكل. وقف يا ابني هنا. يا بنت التوهية كل واحد على فصله. لعلمكم بقى اللي مش هيجيب المصاريف بكره ما يجيش احسن له. بص قدامك يا ابني انت اهو، بص قدامك. يلا كل واحد على الفصل، واحد واحد بنظام. يلا يا ابني انت اهو على الفصل. هو حضرتك استاذ جديد جاي المدرسه يا بيه؟ لا ولا مفتش؟ البيه من الحكومة مش كده؟ أنا حكومة. معلش يا بيه، أصل الناس هنا لو ما انتوش واقفين على دماغهم بيخرب الدنيا. هو سعادتك رايح فين في كفر أصالة يا باشا؟ بيت الهلالي. بيت الهلالي؟ فين بيت الهلالي ده؟ اطلع بس وأنا هديلك على الطريق. معقولة؟ معقولة تكون هو صحيح الدكتور مصطفى الهلالي ذات نفسه؟ يا خطوة عزيزة، يا ألف مرحبا، البلد كلها نورت والله. عطية بيه، عطية بيه. في ايه؟ في حاجة فرنواني؟ وصل يا باشا. ومين ده اللي وصل يا ولد؟ الدكتور مصطفى الهلالي. جه هنا؟ البلد؟ ايوه، ولسه موصله بتابوه دلوقتي حالا. وقال ايه؟ طول الطريق مش عاجبه أيوة حاجة. تقولش جاي يصلح الكون. المدرسة أبصر ايه؟ والمستشفى معرفش ايه؟ والطريق وحش كده ليه؟ شرط البلد كلها يا عطية بيه. الله الله، يبقى ان الليله بدات بقى ولا ايه يا عمده؟ ربنا يستر. باين عليه قليل قوي، واحنا جايين شافوا الاستاذ رضوان الكومي ما رماش حتى عليه السلام. رضوان الكومي؟ غريبه، مع ان ده كان هو الوحيد اللي يعرفه في البلد. ايوه 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 ايوه، تلاقيه قلب عليه لما عرف انه نازل قصاده في الانتخابات. بقول لك ايه يا حاج حمدي؟ هو رضوان الكومي ده بيته فين بالظبط؟ اهو متلقح في اخر البلد. طب انا عاوز اروح له. تروح لمين يا جدعان؟ ده نازل قصادك في الانتخابات. وماله يا حاج حمدي؟ دي منافسه شريفه. يمكن، بس يا اخويا ده كان وصى طوب الارض عشان يقابلك، وجاني اني بذات نفسي عشان اخد له ميعاد منك، وانت برضك ما رضيتش تقابله. دلوقتي بقى عليه سكر. انا دلوقتي اللي عايز اقابله حاج حمدي، وهروح لرضوان بيته وهقعد معاه.
وسهلا. دكتور مصطفى، انا الملازم علاء من نقطه كفر اصاله. تفضل. شكرا. تفضل. شكرا. طبعا انا اسف للزياره المفاجاه دي، بس انا اول ما عرفت ان حضرتك وصلت قلت لازم اجي اسلم عليك. تشرب ايه؟ لا لا ما تعبش نفسك، انا بس كان نفسي اشوف حضرتك لاني من اشد المعجبين بحضرتك. الله يخليك. مالك يا فندم؟ شكلك مش مبسوط. البلد بقت حالتها صعبه ما كانتش كده ابدا. والنبي بلاش بيدي، قول لي علاء على طول. انا طبعا ما كانش المفروض اجي لك ميرا عشان اتكلم براحتي. يا دكتور كلنا جنبك في الانتخابات. انا متشكر يا علاء. انت عارف يا ابني قبل ما اجي النهارده كنت بفكر ازاي انجح في الانتخابات. بعد اللي شفته بفكر ازاي ما اسيبش البلد دي غير لما اغير الواقع المؤلم ده، حتى لو ما دخلتش البلد. يبقى من حظ البلد لو نجحت يا دكتور. مش مهم انجح، ينجح اللي يستحق النجاح وانا هتعاون معاه. للاسف يا دكتور مش هتعرف تتعاون معاه. ليه؟ انت مالك بتقولها بمراره كده؟ انت عارف يا دكتور انا مين اللي جابني هنا؟ مين؟ انت. انا؟ ازاي؟ انا لما اتخرجت من كليه الشرطه كنت الرابع على دفعتي، والعشر الاوائل دايما بيكون ليهم حق اختيار المكان اللي يحبوا يشتغلوا فيه، المطار، الجوازات، يعني اي مكان يكون جوه القاهره وشغله لطيف. في يوم وانا بتفرج عليك في البرنامج، انا فاكر الحلقه دي كويس جدا، كنت بتتكلم عن الاختيار الصعب. كنت بتقول فيها ان اجمل شيء في الدنيا انك دايما تدي الحياه وما تاخدش منها، انك تفضل مداين الدنيا. ساعتها بس قررت ان انا اكون ظابط، ظابط بجد. قلت لهم انا عايز اروح الارياف. طبعا هم كلهم استغربوا وقالوا لي انت اكيد اتجننت، حتى ابويا وامي. بس انا بقى اصريت على موقفي وجيت هنا. بس ساعات بحس ان انا غلط، ساعات احس ان انا ايدي مكبله ومش قادر اعمل حاجه. هو يا ابني عشان ايد لوحدها ما تسقفش، كل ايد عايزه الايد التانية. صفر على عشرة. صفر على عشرة. جت في داهية في اللي معلمينكم الشاي بالقرنفل. ايه دي يا وليه دي؟ الشاي عادي، ما هو مفيش سكر؟ والنبي ما في نقطة سكر في البيت كله يا سي رضوان. طب وانا هشرب الشاي دلوقتي ازاي؟ اذا في حلاوة تاكلها؟ هشرب الشاي بالحلاوة، غولي من وش الساعات. صفر على عشرة. ايه؟ يا وليه خدي مقصي في الرقبة دول عندي الجوة، خليهم يحلوا عن دماغي. يا كفر أصالة اللي ما عندكش أصل، بلد خلاص بقيت غرقانة في المهلبية. عطيه السعاتي بعد ما ترستق في مصر ظهر اول ما الانتخابات جات وجاي شايل ومحمل، واني بشرب الشاي ساده. والهلالي كمان، مصطفى الهلالي روخر جاي طبعا في البلد. احلو الكفر دلوقتي؟ طب سبته ليه؟ واني شربته العمر كله، جاي دلوقتي تقولوا يا كفر اصاله بعد ما كل واحد فيكوا عملهم على قلبه قد كده؟ السلام عليكم. خير؟ الله الله الله، على الواقف كده. انت بخيل ولا ايه يا استاذ رضوان؟ عايز ايه يا عطيه بيه؟ عايز اشرب الشاي معاك يا اخي. مفيش سكر. اما احنا جايبين الشاي والسكر معانا وبن محول وميه معدنيه كمان. زياره بسيطه كده على قد ما اقصهم، مش على قد المقام يعني. يلا يا رجاله هاتوا الحاجه بسرعه بسرعه. يلا بسرعه يا رجاله بسرعه، دخلوا الحاجه جوه جوه. ايه دي يا عطيه بيه؟
رشوة. رشوة؟ استغفر الله العظيم. تصدق يا استاذ رضوان انك اذيتني قوي بالكلمة دي. رشوة؟ انت واحد من اهل البلد، وزي ما اهل البلد كلهم خدوا انت كمان لازم تاخد. لا يا عطية بيه، انا مش واحد من اهل البلد، لا انا مرشح زيك. ولا يعني فكرك بعمايلك دي وبالحاجات اللي انت جايبها دي انا ممكن انسحب من الانتخابات. تاني يا استاذ رضوان يا اخويا، انت كده اذيتني مرتين في دقيقتين، الاذيه الثالثه هزعل وجهي بجد. يعني هو انا لا سمح الله اقدر اقول لك اتسحب ولا اتنازل ولا الكلام الفاضي ده؟ ده انا عايزك في حكايه تانيه خالص. حكايه ايه؟ حامد يا باشا، خد الرجاله وسيبونا لوحدينا شويه. ماشي عطيه بيه. يلا رجاله. شوف يا استاذ رضوان يا اخويا، اتفضل اقعد. انت لازم تعرف وانت سيدنا عارفين طبعا ان السياسه لعبه كبيره وخطيره، وعايزه البني ادم الحصيف الايه؟ الحصيف اللي يعرف امتى يبقى مع مين وامتى يبقى ضد مين. عندك الامريكان مثلا كان زمان ليهم عدو واحد، عدو لدود، هو مين؟ الروس. فضلوا ورا الروس لحد ما قطفوا روسهم وخلصوا عليهم خالص، وبعد كده صاحبوهم. ليه صاحبوهم؟ عشان يأمنوا عليهم، عشان لما يظهر لهم عدو جديد يتفرغوا له. وعشان يدوا للحكايه دي صبغه شرعيه عملوا قوات وسموها القوات المشتركه، وليها اسم دلع، قوات التحالف. واخد بالك يا استاذ رضوان؟ انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم حاجه. هما الامريكان دخلوا كفر اصاله؟ قول لي يا استاذ رضوان يا اخويا، انت عندك امل قد ايه تكسب الانتخابات دي؟ يا سلام، انت جاي تكسر مقاديفي ولا ايه؟ انت جاي تحبطني؟ لو كان الامل 1% انا لازم احاول. اسمع بس، بلاش الكلام الكبير ده يا استاذ رضوان يا اخويا، احبطك ايه وكلام فاضي ايه؟ بص، نزولك الانتخابات السنه دي مش غلط، مش عشان المره دي، لا عشان المره اللي جايه. انما لازم تستفيد من نزولك الانتخابات السنه دي، وتستفيد قوي كمان. ما تتكلم بالمفتيش يا عطيه ليه؟ حلو، وهو المطلوب اثباته. شوف يا استاذ رضوان، احنا اربعه نازلين في الدايره دي، انا وانت واحد تالت ملوش اي قاعده شعبيه في البلد، والرابع وهو ده المهم بقى، مصطفى الهلالي. ايوه، ما تاخذنيش في دي الكلمه، انت والتالت ده هتجيبوا على بعضكم كده يجي 500 صوت. عطيه بيه الكلام ده ما يصحش. اسمعني بس، الرابع ده هو اللي خاطر، اللي اسمه مصطفى الهلالي. ليه؟ لانه كل يوم والتاني بيطلع في التلفزيون نجم ستار، يعني ممكن ياكل عقل اهل البلد بكلامه المعسول. وانا عارف يا استاذ رضوان يا اخويا ان انت صاحبه من زمان ومتربيين مع بعض، وانك تعرف تاريخ حياته من يوم ما اتولد لحد النهارده. يعني انت الوحيد اللي لو قلت عليه اي حاجه اهل البلد كلهم هيصدقوه. وانا هقول كل حاجه للبلد. وهو ده اللي انا عايزه، انت تقول كل حاجه وانا ادفع الثمن اللي انت عايزه. عارف يا رضوان، انت لو اتحالفت معايا على الهلالي هنقدر نخلص عليه خالص. اديني فردت ورقي قدامك كله اهو، الدور والباقي عليك انت بقى يا حبيبي، تلعب لعبتك صح. ايه ده يا رضوان يا اخويا، بتشرب الشاي ساده وانت في ايدك تشربه بعسل النحل؟ لا 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 يا رضوان. عايز كام؟ 20؟ 25؟ لا والله مش خساره فيك، انا حاطط لك في دماغي بصراحه يعني 40,000 جنيه ورق بيات صحيح بشوكو. اتفقنا يا رضوان يا اخويا؟ اتفقنا، شكلنا كده اتفقنا ان شاء الله. انا موافق. احنا بقى ناخد بعض دلوقتي
وننزل كده ايدينا في ايدين بعضينا على القهوة، وانت تنزل للناس وتقول انك هتديني صوتك، وتقول بقى من المناء خيار في اللي اسمه مصطفى الهلالي ده، وازاي انه من ساعة ما راح الجامعة لحد النهاردة رجله ما لمستش ارض القفر الا اليومين دول، وانه الخ كلامك الحلو واسلوبك المنمق توصل للناس يطلع مين مصطفى الهلالي ده بالظبط. لا احنا نطلع الاول على بيت زهران ابن عمي، عنده خزنه صغيره كده نحط فيها الفلوس، وبعدين ناخد بعضنا ونطلع على القهوه، وهتشوف بقى انا هعمل لك ايه في الهلال. قبل ما تنتخبونا او تنتخبوا اي حد، انتخبوا نفسكم، دوروا على حقكم، شوفوا ايه اللي ناقصكم وعايزين تكملوه. انا ما حلتش فلوس ولا حلت حاجه عشان اوعدكم باي كلام مش هيتحقق، لكن اللي اقدر اوعدكم بيه ان انا هحط ايدي في ايديكم عشان نعمل حاجه للبلد دي، والبلد دي يعني انتم. والله العظيم كلامه صح. وانا داخل البلد دلوقتي مريت على المدرسه الابتدائي اللي انا اتربيت فيها، المدرسه الابتدائي الحكومي، وقدامها المستشفى الحكومي، وزعلت قوي على المستوى اللي وصلوا له. هي دي الخدمات اللي بتقدمها الحكومة للمواطن المصري؟ لازم وزير التربية والتعليم يجي بنفسه، ووزير الصحة كمان. ادي الكلام يا اخوانا، ادي الكلام. انا مش مصدق ان دي كفرة اصالة. انا صحيح بقالي كتير ما جيتش، لكن مش مصدق ان التدهور يحصل بالسرعة دي. يبقى لازم نعتمد على نفسنا، نحط ايدينا في ايدين بعض ونغير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ربنا بعتك لينا يا دكتور هلالي. نصب المولد وابتدى بقى. يلا يا صدر رضوان، امتك عايزك تدخل تخلص لي الليله دي. يلا وسع يا جدع منك له، وسع يلا، وسع تهو، وسع. تسمح لي يا دكتور مصطفى اتكلم، ولا انا الوحيد في البلد دي يعني اللي مش من حقي انني اتكلم؟ اسمعوني يا بالا، انا دعيتكم اكتر من مره لمؤتمرات عملتها لصالحكم ومحدش جاني، وديك النهارده اتلميتوا. واللي لمكم ايه؟ الدكتور مصطفى الهلالي اخويا اللي متربين سوا مع بعض يوم بيوم. دخله حلوه قوي. لا والله عفارم عليك يا رضوان، ده انت بينك عقر. انا عارف ان محدش منكم هيديني صوته، وان كلكم هتهجروا وتدوا اصواتكم لعطيه به السعاتي اللي بقاله 12 سنه بيمثلكم في البرلمان. الله الله يا رضوان، لا مش خساره في الفلوس يا واد حامد. انا دلوقتي خلاص بقيت بره اللعبه، وبما اني بقيت بره اللعبه يبقى اسمحوا لي اقول كلمه حق، وبعديها اعملوا بقى اللي يعجبكم. الدكتور مصطفى الهلالي ده هو احسن واحد يعبر عنكم يا بلد. راجل محترم منكم واليكم، راجل عصامي وبنى نفسه بنفسه، وهو ده اللي بلدنا بتتبهى بيه. ولو ما نجحش في الدوره دي يبقى العوض عليك يا بلد، يعوض الله عليك يا بلد. يقول ايه؟ يقول ايه ده؟ ده اتهبل ولا اتجنن ولا ايه يا ده حامد؟ ما هو ده الاتفاق اللي بيننا يا رضوان الكلب. عطيه ايه وساعتي ايه؟ ده راجل مرتشي وراشي، هيعمل لكم ايه يعني؟ عطيه ساعتي ده كان لحد بيتي وحط الفلوس قدامي عشان اشف الدكتور مصطفى الهلالي. دكتور مصطفى الهلالي اللي هو اخويا وعمري كله، واللي بقولها اهو، أنا هنتخب الدكتور مصطفى الهلال. يعيش 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 الدكتور مصطفى الهلالي. الحقونا يا خال، يا خال، اسحب بسرعة، الحقونا يا خال. نعم دكتور الهلالي. امتى علاء؟ دلوقتي حالا؟ ايوه عطيه بيه قاعد معاه دلوقتي اهو، بقاله يجي نص ساعه. انا جاي لك حالا.
خير يا محسن بيه؟ هو في حاجة؟ الهلالي انضرب بالنار. ايه؟ الدكتور الهلالي؟ ايوه. الله الله الله. طب وانت مستنى ايه يا محسن بيه؟ يلا بينا نروح نجيبه بسرعة. استر يا رب. يبدو أن المعركة الانتخابية قد بدأت قبل الانتخابات معركة حقيقية. الدكتور مصطفى الهلالي في أول لقاء له مع ناخبه من أهالي كفر أصالة يصاب بطلق ناري في محاولة لاغتياله، ولم تحدد الجهات الأمنية المسؤولية الجنائية حتى الآن. فمن يا ترى المستفيد من قتل مصطفى الهلالي؟ من أمام مستشفى كفر أصالة، طارق سليمان، قناة الظهيرة. الو؟ ايوه يا فندم. تمام. ماله بابا؟ بابا في ايه يا عبد الحميد؟ انت بتقول ايه؟ اتكلم. الكلام ده اتكلم. بابا ضربوه بالنار. ايه ده يا جماعة؟ ثانية واحدة، هو دلوقتي نايم وانا بقترح ان احنا لازم نخليه يستريح خالص، وبكره الصبح ان شاء الله هيبقى كويس. يا دكتور انا مراته، ممكن اشوفه؟ ممكن، بس تخش تبص عليه وتطلع على طول. وانا هقعد معاه لغايه ما يصحى. دكتور انا دكتور عبد الحميد الميلادي، ما تقلقش احنا مش هنعمل اي زعل. اتفضل. إن شاء الله سليم، إن شاء الله بوحيد وسليم. يا ليلي، ما كنتش متصورة إني بحبك بالشكل ده. أنت أجمل راجل في العالم. عارف أنا قلقت عليك ليه لما كلمتنيش في التليفون؟ عشان النهاردة يا حبيبي هيتجوزنا. أنت عمرك ما نسيته. أول مرة تنساه، عشان كده أنا اتخضيت عليك. عارف النهاردة بقى لنا 25 سنة متجوزين، أنا كنت متأكدة يا حبيبي إنك ما كنتش هتكلمني في التليفون، إنك كنت هتيجي تعدي عليا الليلة دي. وأهو ربنا رايد إن إحنا نقضي عيد جوازنا مع بعض برضه. كل عيد جوازي وانت طيب. لا لا الحقني يا ابو حميد. ما تعرفيش تعمل حاجه لوحدك. كل ده فطار مريض؟ ده من دوار النوم. الحمد لله على السلامه يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. انت طيبه اهو، ما خسرناش حاجه، بدل التورته فطير من دوار العمر. الف حمد لله على سلامتك يا بابا. الله يسلمك يا حبيبي. انا كنت هموت يا بابا لما عرفت اللي حصل ده. ليه يا بنت؟ ابوكي حديد. اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا علاء، اتفضل. الف سلامه على حضرتك يا دكتور. الله يسلمك. عبد الحميد ابني وزينب بنتي ولازم علاء ابني برضه. بعد اذن المدام طبعا. بعد اذن حضرتك انا جبت شويه حاجات بره كده، يعني اكياس مخدات ومرتبه كويسه. بعد ما تفطروا ان شاء الله خلي العسكري يدخلهم. وليه بس تعب نفسك؟ لو احتجت اي حاجه يا دكتور ارجوك بلغني. شاكر قوي يا علاء. بعد اذنكم. اتفضل. الف سلامه عليك يا دارس. الف سلامه. قدر ولطف، بس اني عارف بقى مين اللي عملها، وانا مش هسكت على دي ابدا. ايه ده؟ مين اللي سبق وجاب الفطار بقى؟ ده بقى رضوان الكم يعني، ده زميل تختة واحدة وصديق الطفولة، مرشح نفسه في الانتخابات ومع ذلك وقف امبارح قال لهم انتخبوا الهلالي. ده صوري. والله ما حد يستاهل غيرك. طيب اسيبك بقى تاخد راحتك مع الاولاد وابقى اجي لك بعد شوية. شكرا يا استاذ. ايه ده؟ هو في تشريفه؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دل على السلامه يا دكتور. دل على السلامه يا دكتور. الرائد محسن مأمور المركز وحضرته عطيه بيه ساعاتي مرشح الدايره برضه. شكلي انا عمدة على الفطير. على ايه يا راجل؟ ده انا كنت مصمم ان انت تيجي تبيت عندي، بس الدكاتره رفضت، قالوا لازم تبات في المستشفى عشان تفضل تحت الملاحظه الطبيه. لا وعطيه بيه، عطيه بيه لولاه كان زماننا اتبهدلني. الله، ده بالموبايل جاب الدكتور من المركز، وليله امبارح ما سابكش. ربنا يقدرني على رد الجميل يا عطيه بيه. فضل سهران جنبك طول الليل لحد ما اطمن عليه. ايه اللي بتقوله ده يا عمده؟ ده اقل واجب نعمله للدكتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف حمد لله على سلامتك يا دكتور هلالي. الله يسلمك. والله اتخضينا عليك، انما ربنا يحفظك ويقويك ويديك الصحه قادر يا كريم ان شاء الله. يا رب. المصحف ده تخليه جنبك على طول علشان يحفظك من الشيطان الرجيم. بارك الله فيك يا شيخ محمد. والله انا لما عرفت انك جيت البلد كنت ناوي اجي لك واقعد معاك، انما حصل اللي حصل. معلش، قدر الله وما شاء فعل. هنقول ايه يا دكتور؟ المؤمن دايما منصاب. الله يرحم والدك الشيخ الهلالي، كان استاذنا كلنا. الله يرحم الجميع. البلد كلها فرحانه بيك يا دكتور، وكلنا معاك. امال الله يفتح عليك يا مولانا. طبعا طبعا، مصر كلها بتحب الدكتور مصطفى الهلالي، واحنا كلنا جزء من مصر العزيزه الغاليه، فشيء طبيعي ان احنا نحبه. الحمد لله على السلامه يا مصطفى بيه. يا سلام يا سلام، ده البلد اللي كل الناس فيها بتحب بعض دي. لا مؤاخذه يا محسن بيه، ما تزعلش مني، انتوا كده مالكمش لازمه. انا اسف جدا يا فندم، عيرت هيش ازاي ومجهول ازاي؟ انا متاكد ان ده شروع في قتل الدكتور هلالي مع سبق الاصرار والترصد. يا علاء، ما انت عارف اهل البلد ما بيبطلوش ضرب نار في اي مناسبه، جواز، انتخابات، وبعدين الحمد لله انها جت سليمه لغايه دلوقتي، وانا لو شايف ان فيها اي شبهه جنائيه ما كنتش سكتت على كده. وبعدين مين بس اللي هيفكر في ضرب الدكتور هلالي؟ اي حد منافس ليه مثلا. لا لا، انا لا اسمح. خد بالك من كلامك يا حضره الضابط، الكلام ده له معاني مش بريئه. يا علاء، ما يصحش اللي بتقوله ده. ده عطيه بيه لما عرف الخبر قام بنفسه ونقل الراجل في عربيته وفضل جنبه لحد ما جاب له الدكتور وطمن هو شايل طلعت من كتفه. لا لا، من فضلك يا محسن بيه، انا مش طالب من سيادتك ان انت تقدم حسيات براءتي. لا، انا مجرد الشك فيا شك في الشفافيه، وده كلام كبير ما يتسكتش عليه. اوعى تنسوا ان انا عضو مجلس الشعب، لسه عضو مجلس الشعب، يعني عندي حصانه، والحصانه ما خلصتش ومش هتخلص ان شاء الله. لازم تفهم يا علاء ان الكلام اللي انت قلته ده تجاوز ده اقبله. خلاص بقى عطيه بيه، علاء صغير وزي ابنك برضه. انا اسف يا فندم، مفيش حد في الدنيا كلها في مستوى الشبهات، وانا بعد اذن سيادتك مش هقفل الملف ده الا لما اعرف مين اللي ضرب نار على الدكتور هلالي. بعد اذنك يا فندم. الله الله الله، ما ده اللي كنت فاكر انه هيعتذر. ده مش حيبات فيها الليله دي. ما بقاش عطيه ساعاتي ان ما نقلته اعمال اداريه، يروح يمضي ويروح، لانه ما بيعرفش يتعامل مع صفوه المجتمع. الملف اتقفل خلاص يا عطيه بيه، الواد ضرب العيار مسكناه، طلع واد اهبل ملوش علاقه باي حاجه خالص. النهارده من صباحيه ربنا واحنا ايه مش ملاحقين، البلاد كلها جايه على المستشفى. ده الدكتور الهلالي ده طلع حكايه، انا رحت وجيت لحد دلوقتي 14 مره، والناس كلها ما فيش على لسانها الا انه الراجل ده جمايله على الكل. الراجل ده ما فيش زيه، وشه زي الفل من ساعه ما جبته وبطلت الشغل. تعالي الظروف الصعبة التي يمر بها الهلالي، إلا أنها أكدت شعبيته الجارفة. آلاف المواطنين
أتوا من كل مكان في مصر للإطمئنان على صحته. وهنحاول دلوقتي إن احنا نطمن على حالة الدكتور مصطفى. الحمد لله على سلامتك يا دكتور. الله يسلمك ويسلم المتفرجين جميعا. الناس كلها عايزين يطمنوا على صحتك. الحمد لله مفيش أي حاجة، الجرح سطحي جدا ومفيش أي حاجة، تقدر تقول ده زيادة دلع. يا ترى حضرتك بتتهم حد إنه حاول قتلك؟ أنا ماليش أعداء وبالتالي لا أتهم حد، بس أنا الحقيقة عايز أنتهز الفرصة وأناشد السيد وزير الصحة يجي يشوف المستشفى اللي بتخدم 100,000 نسمة، والسيد وزير التربية والتعليم يجي يبص بصة صغيرة على المدرسة الوحيدة اللي في كفر أصالة. معلش ممكن أناشد حد تالت؟ طبعا يا فندم اتفضل. بناشد رجال الأعمال اللي بيصرفوا الملايين في الحملات الانتخابية، يصرفوها بس الخدمات المواطنين في القرى والنجوع اللي محدش في الدنيا حاسس بيهم. محتاجة مني أي مساعدة؟ لا شكرا. ياه اللي شفنا واحنا جايين ما شفناش واحنا راجعين وكلنا مع بعض. الحمد لله ربنا لطف بينا. في السفر سبع فوائد انا معروفه. ايه هما بقى يا بابا؟ انا ما اعرفش اللي اتقالوا في المثل بس اعرف اللي احنا رجعنا بيه. من يعرف اللي يعرف من كله 5 جنيه صحيحه. اول واهم فايده ان احنا اطمننا على حضرتك. ماشي ادي واحده. وانا اتفقت ان المشروع الخيري بتاعي كله الكفر اصال. ادي التانية. المستوصف بقى حاجه تانية خالص الحمد لله. 3 مدرسه. 4 في كمان فايده انتخابيه. اللي هي ايه؟ خروج ناس ورا حضرتك عشان يودعوك ويودوك القطر وبث روح من التفاؤل والامل في نفوسهم. خلاص نعتبرها 5 يبقى فاضل 2 مش هتعرفوهم. انا شخصيا عارفه واحده مهمه قوي، ان احنا احتفلنا بعيد جوازنا رغم الظروف الصعبه اللي مرينا بيها. برافو. اخر واحده قول بقى يا بابا. وانا لو قلت هاخد من 5 جنيه هلا عليك يا عم خدها. عريس زي القمر كلمني على زينب الملازم على شاب لطيف وظابط محترم. يا بنت ردني ما ردتيش ليه؟ يا بابا انا ما بفكرش في الحاجات دي دلوقتي خالص، بعدين انا لسه في سنه اولى. رابط اللي سمعك بتقولي اولى دي يفتكر انك في اولى ابتدائي. كنت في اولى جامعه اولى طب مدمازيل قد الدنيا.
والله انا مستخسر الواد ده. يا حبيبي ما تستخسرش، خيرها في غيرها، مش متجوز عبد الحميد الاول؟ الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على سلامتك يا غالي، الحمد لله على سلامتك يا دكتور. عمك معلش يا ده انت خدتنا عليه، بس ربنا سبحانه وتعالى هو اللي نجاك. ايه اخبار نجل الفنان ايه؟ الواد باين عليه هينجح في حكايه الفن دي. ما شاء الله ما شاء الله. طيب انا هسيبك بقى مع حبايبك واجي لك في وقت تاني. شرفت انا. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. يا سعاده العقيد كله تمام؟ اطمنت مفيش مظاهرات ولا حاجه ايه؟ استاذن انا يا دكتور. اتفضل اتفضل. يلا يلا اخوانا اديكم الحمد لله اطمنتوا على الرئيس بنفسكم، واللي عايز اي حاجه احنا بكره ان شاء الله الرئيس موجود بس يستريح النهارده. الحمد لله. شكرا يا اخوانا شكرا جزيلا. مع السلامه. اتفضل يا رئيس. الف حمد لله على السلامه. نورت مكتبك والله. الله يخليك يا مرشد. كان الله في العون يا دكتور. ايه ده؟ ده تاني حب الناس ده شيء متعب. انا لو منك كنت زهقت. حب الناس عمره ما يبقى متعب لو انت بتحبهم يا مرشدي. ايوه بس دول عشمانين زياده عن اللزوم قوي. كل واحد جاي يهنيك وجايب لك مشكله معاه، عايزك تقعد ويحكيها لك. انت ايه ما بتزهقش؟ انا مصدع والله بس صداع لذيذ. انا عامل لك شويه قرفه هيعجبوك قوي، عاملهم لك بايديا والله. يا ابراهيم يا ابراهيم هات القرفه اللي عندك. يا سلام. اتفضل. دول بقى جم في وقتهم. انا هشرب القرفه واتكل على الله اروح انام، عايز اعوض النوم كله. انا حاسس ان انا هحط دماغي على المخده مش هحس بنفسي. وعد الست بره عايز قبل الدكتور. قول لها هتيجي بكره الدكتور تعبان. جوازات حاجه مهمه. بقول لك تعبان انت ما بتفهمش. خلاص خلاص يا مصعب خليها تدخل. يمكن حاجه مهمه مستعجله ولا حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا دكتور مصطفى؟ الله يسلمك. بركه اللي ربنا نجاك، ده انت خضتنا كلنا عليك. الحمد لله. حضرتك يظهر مش فاكرني. لا والله يا فندم متاسف انا مش واخد بالي. انا اصلي مرهق قوي النهارده. انا حتى كنت ماشي لولا ان انا عرفت انك عايزاني في موضوع كده فقلت اقابلك. انا سعاد الصيفي. سعاد الصيفي. برضه لسه مش فاكرني. لا والله متاسف مش واخد بالي. سعاد الصيفي الرقاصه. رقاصه؟ ما تندهش قوي كده يا دكتور. انا بطلت رقص من زمان. خير ما عملت انا. ناقص تعمل انت الخير بقى. حضرتك عايزه ايه؟ تبقى لسه برضو مش فاكر. يوم 11 سبتمبر سنه 84 التاريخ ده ما بيفكركش بحاجه؟ هو حد ينسى 11 سبتمبر يوم الطيارات ما دخلوا في البرجين؟ بس ده كانت 2001 مش 84. افكرك اكتر يا دكتور. في اليوم ده انت كنت سهران في كباريه اسمه السهللة، وكان عيد ميلاد عمرو الصفدي. فاكره ولا فكرك بيه هو كمان؟ شكلك كده افتكرت. ازيك يا مصطفى؟ الله يسلمك. خير يا مدام سعاد؟ فيه شايفاك مالي الدنيا كلها خير والناس كلها مالهاش سيره غيرك. قلت اجي اقول لك على مشكلتي يمكن تلاقي لي حل زي ما بتعمل المعجزات على مبسمه. تحت امرك ايه اللي اقدر اعمله لك؟ طب ما تسمع الحدوته الاول يا دكتور. بعد ما سهرنا في الجبل يوم 11 سبتمبر عارف، وبعدين يا مدام؟ رحنا كلنا على شقتي عشان نحتفل بعيد ميلاد عمرو الصفدي وسهرنا لحد الصبح. انا رحت معاهم على شقتك؟ استنى بقى خليني افكرك. مظبوط بالاماره كان معاك هشام الرفاعي ومحمد فاروق وعمرو الصفدي. على فكره انا ساعات بشوف صورته في الجرانين. هو مش عنده قناه فضائيه برضو؟ انا مش فاكر اي حاجه منه. كلهم نزلوا يومها وسابوك انت معايا لوحدي. يومها ما كناش جرانين بروح. مش عارفه حطولك ايه في القرفه اللي كنت بتشربها. لسه بتحب تشرب القرفه يا مصطفى؟ انت عايزه توصلي لايه يا منام؟ انا مش عايزه اوصل لحاجه. انت لو ركزت معايا شويه ورجعت بالذاكره 20 سنه هتوصل لوحدك. انا مش فاكر اي حاجه. الراجل يمكن ينسى يوم زي ده لكن الست عمرها ما تنساه ابدا.
فاكر ان انا وانت قضينا الليله دي مع بعض؟ انا قضيت ليله معاكي؟ انت عايزه ايه يا ابني؟ عاوزاك يا مصطفى. عايزاني يعني ايه؟ كلامي ده ملوش اي اساس من الصحه. دي حاجه غريبه. ودي يا مصطفى؟ دي مين دي؟ دي نانسي. نانسي مين يعني؟ نانسي بنتك يا مصطفى.